تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي صوراً لحقائب المنتخب الإيراني الذي وصل إلى العاصمة اللبنانية بيروت وسط تفاعل واسع لفه شكوك وتكهنات حول عددها الكبير. الأمير السعودي عبد الرحمن بن مساعد عقب على الصور بتغريدة قال فيها: آخر سفينة مازوت إيرانية وعد بها سيد الضاحية لم تصل. يبدو أن المنتخب الإيراني أحضر ما في السفينة من مازوت في حقائبه، بلد يوزع الورود وحمام السلام وأغصان الزيتون في كل مكان. تغريدة الأمير السعودي جاءت رداً على تغريدة وصور للمنتخب الإيراني وحقائبه نشرها المغرد مبارك آل عاتي وقال فيها: وصول كميات من الشنط بصحبتها مجموعة من لاعبي منتخب إيران إلى لبنان أسئلة كبيرة وكثيرة عن محتوى هذه الحقائب المثيرة للاستغراب والدهشة في ظل سيطرة حزب الله على المطار والميناء والمنافذ الحدودية. ما له داعي كل هذا التمويه؟ يفترض أن الطائرات المسيرة والمقذوفات تكون واضحة. ويذكر أن منتخب لبنان لكرة القدم يلتقي نظيره الإيراني الخميس في استاد الرئيس رفيق الحريري صيدا في إطار الدور الحاسم من التصفيات الأسيوية المؤهلة لنهائيات كأس العالم قطر 2022 وفقاً لما نشره المنتخب على موقعه الرسمي. هذا وطالب المتابعون بتفسيرات حول ما تحويه هذه الحقائب، خصوصاً وأن الفريق سيلعب المباراة ويغادر فوراً لبنان. وكذلك في ظل الاتهامات المتكررة لإيران بأنها تمول وتدعم حزب الله اللبناني الذي لا ينفك عن التدخل بأزمة اليمن، الأمر الذي يزيد الأمور تعقيداً في ظل تراجع المفاوضات بين إيران والسعودية ووصولها في كثير من الأحيان إلى حائط مسدود. كذلك أزمة لبنان والسعودية واتهام فريق لبناني واضح بأنه هو من يدعم الحوثيين في اليمن ويشارك في الاعتداءات التي تطال المملكة العربية السعودية.